مع الكثير من الأسماء التي قادت الديوانية في هذه الفترة. كرة تلعب وعلى بركة الله هنا تنطلق المباراة، الكرة لمصلحة لاعبي نادي الديوانية، المحاولة تأتي والكرة التي تلعب في هذه اللحظات من جانب لاعبي زاخو على الجهة اليسرى، نقلة ممتازة، كرة وتدخل، وأياد مزاحم هنا يعلن عن وجود خطأ في هذه اللحظات على البرازيلي. هدف، ننتظر أنس مالك في هذه اللحظات. هنا المحاولة، أنس ينقل كرة عرضية قريبة، رأسية موجودة، ولكن كرة القائد سيف الدين ظاهر تذهب إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات، لكن تمركز لاعب الديوانية والكرة بالعرض، لكن أوليفين في هذه اللحظات، أوليفين يتدخل الليبيري ويبعد هذه الكرة، ماكونيل تلعب، عبد الله في انتظار عرضية، نقلة طويلة عالية رأسية، والمحاولة مرت أيضا من ذات اللاعب ومن سيف الدين ظاهر القائد للمرة. الآن ما بين أقدام مصطفى الأمين في هذه اللحظات تنقل، وهنالك محاولة خلفية في انتظار تسديدة مؤمل، تسديدة مؤمل تذهب إلى خارج أرضية الملعب. وبجمال عشب المباراة التي تلعب، محاولة الآن، مؤمل راشد، أنور مهدي قريب يبحث عن حل، مؤمل بالمهارة الفردية، مر نقل كرة عرضية على مرمى عماد عيسى، لكن هنا الكرة تعود في انتظار تسديدة من هذا المكان، باسم علي، عادت الكرة في منطقة الجزاء، مؤمل من هذا المكان، مبكرا لأسود الفرات الأوسط عن طريق الأمين وفي طريق الأمان نحو الهروب من القاع، مصطفى الأمين يفعلها بأسيست رائع من الصغير مؤمل راشد ويفاجئ بالشبول. هنا الكرة التي قدمت في هذه اللحظات، لاحظ التمريرة الذكية التي كانت نحو مؤمل راشد من أنس مالك، والأمين يضعها في كل أمان في مرمى عماد عيسى. وفي الجهة اليمنى دائما ما يعتمدون على البرازيلي فيتور سيلفا الذي بالأساس هو ظهير متمحور نحو الهجوم. هنا كرة تنقل الآن، فرصة هدف ربما لزاخو، لوكاس سانتوس البرازيلي، محاولة يحافظ على الكرة، يدخل منطقة الجزاء ومنذور، نقلة ممتازة في انتظار متابعة أمجد وليد، لكن الكرة تطول وتغادر إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة مصطفى الأمين، هنا محاولة، هل يعيد أيام الطلبة الزاهية مصطفى الأمين؟ هنا محاولة وتدخل يأتي، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، أو ضربة، الضربة الحرة المباشرة تنقل وإلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. ابناء الخابور عن طريق أركان أمير الظهير الأيسر، حاجي ينقل الكرة باتجاه اللعب فيتور سيلفا، محاولات حسين منذور، قدم يمنى قوية، إمكان حسين منذور التسديد من المسافات البعيدة، الله، جول رائع في هذه اللحظات، هدف مذهل، والجمهور الزاخولي هنا ينظر ويناظر ويحتفل ويفرح، وهدف جميل يسجل في هذه اللحظات. ملاد من أي مكان، كيف لف ودار باليسرى على يسار، عذاب وأذاقهما شد العذاب. هدف ثاني للديوانية، ننتظر عبد الله خلف نقل الكرة، عماد عيسى هنا بتوقيت ممتاز، عماد عيسى يحصل على هذه الكرة، فقط على نوروز الانتصار الوحيد خارج الأرض بالنسبة للديوانية من أصل 4 انتصارات يكون على نوروز هنا في أراضي كردستان، تحديد في السليمانية. الكرة ثابتة تنقل، عرضية ممتازة، رأسية حاضرة، محاولة، ولكن تسديدة ألفن في هذه اللحظة، ماكونيل الليبيري صاحب 29 سنة هنا سدد الكرة الرأسية وتستقر عند عماد عيسى. وجود خطأ، سيد اياد زاحم هنا رأسية، محاولة تلعب الآن، فرصة الكاميروني أيضا ليضع اسمه في المباراة، سيدريك هنا يحتار، ينقل الكرة ولكن ضاعت على فرانك سيدريك في هذه اللحظات، يضيع تنفذ الركنية من مصطفى الأمين، نقلة في منطقة الجزاء في انتظار الرؤوس، والمحاولة الآن مؤمل، نقلة مع ألفن، سيدريك وأمجد وليد الآن هم من يقفان على هذه الكرة، وليد الكرة قد ينفذها سيدريك، محاولة لافة وإلى خارج أرضية الملعب، كانت من الكاميروني صاحب 29 سنة فرانك سيدريك، 4 أهداف لزاخو من ثاني مبكرا، ولكن
الرؤية تبقى لمدرب الفريق السيد عبد الوهاب أبو الهيل. هنا التدخل وصافرت حكم المباراة السيد عياد زاحم. مشاهدينا الكرام، تعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ما بين فريقي زاخو والديوانية. سنعود إليكم بعد الاستراحة مشاهدينا الكرام ما بين الشوطي المباراة بالتحديد. الآن لمصلحة فرانك سيدريك نقلة إلى أركان أمير. أركان على مستوى الجهة اليمنى، أركان هنا المحاولة، أركان في انتظار عرضية، عرضية موجودة، هل هنالك من يتابع الكرة؟ تعود إلى أمجد وليد. أمجد في هذه اللحظات أخيرة، محاولة عبد الله خلف باتجاه أنس مالك، خطورة كبيرة من أنس إلى عبد الله خلف مرة أخرى، هل هنالك مرور؟ دخول منطقة الجزاء، ثاني للأحمر، ثاني عماد عيسى يلتقط كرة أنس مالك، عماد عيسى وبالتالي يمنع فريق الديوانية من تسجيل هدف آخر مبكر. عبد الله خلف مرر إلى أنس مالك، تأنى كثيرا وسدد واختار زاوية، لكن الأمين في هذه المحاولة ينقلها في منطقة الجزاء عرضية وقريب منها باسم علي، لكنها تغادر إلى خارج أرضية الملعب. مرة تكتيكيا صعب، بالتالي المحاولة الآن في منتصف الملعب، هذه المناطق التي تقف أمامها كرة الفريقين. باسم علي في هذا المرور، فيتور سيلفا، وباسم يغير في اتجاه اللاعب عماد عيسى يخرج، وهنا المحاولة، أوهو خطأ الشاطر بألف وخطأ عيسى بهدف، جول من مؤمل راشد في هذه اللحظات، شعلة من النار في أرضية الملعب لهذا اللاعب، وبالتالي يستغل خطأ عماد عيسى وخطأ تقديري في دفاع أمام مرمى مكشوف. لحظ، لاعب الخبرة ودوره في أرضية الملعب، كرة دارها صح باسم علي ولكن تركها شفان وتركها عماد عيسى. أرضية لملعب زاخو و الصيانة التي عملتها إدارة زاخو لأرضية الملعب، والملعب في طور الانتهاء من أعمال الصيانة. هنا محاولة تلعب الآن، رأسية موجودة والفرصة الآن تأتي، وتسديدة وإلى خطأ في هذه اللحظات ورايا وتسلل البرازيلي ينقلها، محاولة والرأسية حاضرة، الرأسية حاضرة تأتي وتبعد من علي نوري مع إبعاد من باسم علي. انظر في هذه اللحظات، كرة في الخطوط الأمامية لفريق زاخو، عملية المرور، تنقل الكرة لمصلحة زاخو، نقلة أمامية، فرصة الآن، وهنا الكرة طالت على أركان سفين أمين، سفين أمين طالت عليه الكرة. في لحظات تنقل في منطقة الجزاء في انتظار رؤوس، محاولة وقد يكون هنالك تسديد من خارج منطقة الجزاء، وسانتوس سينفذ هذه الكرة، لوكاس سيسددها على مرمى مصطفى عذاب، لوكاس لفة والكرة في أحضان مصطفى عذاب، وعلى دفعتين يسيطر عليها حارس المرمى مصطفى عذاب يحكم قبضته، ينقلها باتجاه حسين منذور إلى رمضان صديق، رمضان منذور قريب، رمضان يفكر بالدخول إلى منطقة الجزاء، نقلة ممتازة مصطفى عذاب وأمام مرمى مكشوف، ضاعت الكرة من سفين أمين أمام مرمى مكشوف والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. ما بين المتابعين باتجاه سفين أمين، أوليفيرا يتقدم يبحث عن زميل، أمجد وليد أيضا متقدم، كرة بظهر المدافعين، أمجد وليد يدخل منطقة الجزاء، التعادل التعادل التعادل، مرور والكرة إلى خارج أرضية الملعب مع ضربة حرة غير مباشرة، وورقة صفراء ستكون على أمجد وليد. أياد زاحم كان موجود الآن، ذاكو ينقلها في منطقة الجزاء عرضية وانتظار من يتابع، لكن تبعد من سيف الدين ظاهر في هذه اللحظات، تبعد آخر خمس دقائق على الختام، الآن فيها تقدم وكرة الآن لمصلحة زاخو في منطقة الجزاء، تسديدة ضاعت ضاعت على فرانك سيدريك هذه المرة أيضا، ويبدو أن الحظ لا يقف مع زاخو في هذه المباراة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. وابن أربة شاي في هذه الكرة، مصطفى الأمين محاولة، الكرة تنقل من سفين، المتابعة موجودة في منطقة الجزاء، رمضان ينقلها لكن أمام زحمة مدافعي الديوانية، هنالك يأتي أكونوري ينفذ الكرة في منطقة الجزاء، متابعة موجودة، رأسية مبعدة لكن خاطئة من كايكو أوليفيرا وإلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس للديوانية. محمد جمعة من أجل الهدف الثالث، محمد يحافظ ينتظر، محمد عماد خرج، أوه
كيف ضاعت على سجاد في هذه اللحظات، وسجاد طالب هنا يضيع فرصة إضافة اسمه ضمن هدافي هذه المباراة. البرازيلي يلعب هذه الكرة إلى رمضان صديق، ينقلها في منطقة الجزاء، محاولة ودخول، وهنا السيد آيات زاحم ينهي مشاهدينا الكرام هذه المواجهة بانتصار فريق الديوانية على زاخو في ملعب توك الدولي بواقع هدفين مقابل هدف. مبروك لفريق